معي من عين عيسى عبد السلام حمصورك، رئيس مكتب المنظمات للشؤون الإنسانية في مجلس الرقة المدني. مساء الخير، أهلا بك معنا. المعلومات وكل ما ترصدونه من عندكم لو سمحت، أعداد المحاصرين، ما الذي تعملون عليه فيما يتعلق بطريقة إخراجهم؟ نتحدث عن 10,000 طفل محاصرون. أهلا وسهلا عنستي. طبعا الأعداد حسب معلوماتنا من داخل مدينة الرقة يتراوح بين 7 و10,000، طبعا أشخاص أطفال وكبار، يعني مو فقط الأطفال. طبعا سبب التأخير الرئيسي إلى الآن في تحرير مدينة الرقة هو المدنيين وخاصة الأطفال. قوات سوريا الديمقراطية دائما تحاول أن تخلق أو ممرات آمنة للمدنيين بشكل يومي، وهذا يسبب تأخير طبعا في تحرير المدينة كون داعش يتخذ المدنيين دروع بشرية. للأسف الشديد هذا التنظيم لا يترك مجالا إلا ويستخدمه، طيب وهذه من ما الذي تفعلونه بهذا الإطار؟ كيف تحاولون أن تساعدوا؟ ماذا نعرف عن أوضاع المحاصرين هؤلاء، حتى لو كان يعني غير أطفال أيضا، ولكن يونسف قالت بأنه على الأقل الأطفال هم الأكثر تضررا. طبعا طبعا طبعا، لأنهم الأطفال هم الأضعف. نحاول كما قلت نكون قريبين ونحث المنظمات بصراحة الاهتمام بهذا الموضوع، وخاصة الأطفال والنساء هم الحلقة أضعف للأسف. عندما يصلون طبعا ربما نؤمنهم أقلها في المخيمات الموجودة في المنطقة، وأكبر وهو مخيم الأقصام في عين عيسى. تخيلي سيدتي أن خاصة الأطفال دون 10 سنوات نكون معهم بشكل يومي، يفكرون أو يعتقدون الحياة هي فقط اللباس الأسود واللحى، لأنهم لم يروا ربما عايشوا داعش خلال 4 5 سنوات. ما الذي توفرونه لهم؟ يعني الحصار، نتحدث يعني حنان زميلتنا لخصت الوضع قليلا، الوضع المأساوي، لا مياه لا كهرباء لا دواء لا غذاء، ما الذي تقدمونه؟ طبعا في المناطق المحررة هناك الكثير من المنظمات، المجلس يقوم بعمله بتقديم ما أمكن طبعا من مياه من كهرباء من إغاثة إن وجدت. في المخيم طبعا الوضع مختلف، المخيم طبعاً. أعداد كبيرة، تقرير اليوم كان بحدود 9,000 شخص في المخيم أغلبهم من الأطفال. بصراحة دائما نحث ونناشد كافة المنظمات التدخل والمساعدة، وخصوصا هذا أمر مهم جدا من ناحية الأطفال. دائما نقول التركيز يجب أن يكون على الأطفال، ربما أو أكيد داعش سينتهي، ولكن الأسباب طيب التي زرعها بعقول الأطفال طبعاً. ربما تبقى إلى حين. يعني نحاول أن نعرف من حضرتك، يعني طبعا الوضع مأساوي وكما تقول، والمطلوب كثير المطلوب، ولكن عن الجهود عما يمكن عمله. ممثل يونسف في سوريا حذر من عدم وصول الوكالات الإنسانية المنقذة لحياة الناس. جهودكم مستمرة في محاولات على الأقل وصول للمحاصرين، للأطفال على الأقل، لإنقاذهم ولو بأبسط الطرق يعني. طبعا هذا واجبنا، ودائما نقول هم أهلنا وأطفالنا، نحاول بإمكانياتنا. طبعا المجلس منذ فترة وهو يقوم ب ترميم او المساعده في ترميم بعض المدارس واعاده الاطفال اليها من تنظيفها من الالغام بشكل يومي. موسم او التعليم قريب جدا سيبدا خلال ايام، هذا واجبنا. وطبعا التركيز الاكبر على المدارس في هذه الفتره، يجب ان يكون الاطفال في المدارس ولو جلسوا على الارض لا مشكله، ولكن ان ينتهوا من فكر داعش الذي حملوه، لأنهم أطفال ولا يتوعبون. فهذا كما قلت واجبنا وواجب المجلس وواجب كل أبناء المنطقة وربما المنظمات وواجب كل العالم أن يساعد هؤلاء الأطفال، لأنهم الحلقة الأضعف. شكرا لك سيد عبد السلام حمصورك، رئيس مكتب منظمات لشؤون الإنسانية بمجلس الرقة المدني.